كيوزر انترفيس عندنا مجموعة حاجات أساسية لازم احنا ندخلها بالنسبة للمريض. يعني الطبيب بيحدد بالظبط اللي هيحصل ايه بالنسبة للأوبريشن بتاع الفنتيليتور عن طريق مجموعة من البارامترز. أول حاجة المود. المود زي ما احنا شفنا ممكن يبقى سي باب، ممكن يبقى سبورتد بريدنج، ممكن يبقى مانداتوري بريدنج، ممكن يبقى انترميتنت مانداتوري بريدنج، اوكي، او فنتيليشن، اوكي. فالمود ده حسب ما بنحدده بيبتدي بعد كده يطلع لنا مجموعه بارامترز ثانيه سب بارامترز بقى للمود دوت ونقدر نحددها. يعني مثلا لو احنا بنتكلم على عندنا الباي باب بيبقى عندنا اي باب والاي باب، لازم نحدد البريشر بتاعهم قد ايه. الريت لازم نحدد برضو الريت اوف ريسبيريشن اللي احنا محتاجينه قد ايه. لو بنتكلم على مانداتوري فنتيليشن وتايم سايكل يبقى لازم نحدد الريت ده لان هو ده يحدد لي بالظبط ايه اللي هيحصل. لو انا بستعمل مود تاني في السايكلينج غير التايم يبقى ساعتها الريت دوت بيبقى مور اوف بارامتر كده بنعمل عليه الارم، لما بيقل الريت عنه بيبقى بيسكلي بنعرف ان في مشكله ما موجوده. من الحاجات اللي بيتم تحديدها برضو ال FiO2 اللي هو فراكشنال انسبيراتوري اوكسجين كونسنتريشن، يعني ده برضو بيبقى نسبته من 21% لغايه 100% الطبيب بيحددها. التايدال فوليوم، تايدال فوليوم ده هو كميه الهواء اللي احنا بنتنفسها في وان انسبيريشن وهي نفسها كميه الهواء اللي بنعملها اكسبيريشن في نفس السايكل. فدي برضو واحده من الحاجات المهمه اللي ممكن تبقى ادجستد باي ذا دكتور. طبعا ممكن يبقى الاوبريشن نفسه ممكن يبقى بريشر كنترول، ممكن يبقى فلو كنترول، ممكن يبقى فوليوم كنترول، ده بيتحدد الكنترول بارامتر ايه. يعني هنا مثلا ده بنتكلم على بنتكلم بريشر كنترول مثلا، اوكي، فده بريشر كنترول فنتيليشن، يبقى معنى كده ده دلوقتي الكنترول بارامتر بتاعي بيبقى بريشر. طبعا بيبقى في عندنا في اليوزر انترفيس ممكن يبقى في عندنا مجموعه من الالارم مسجز تقول لنا اذا كان في مشكله. يعني مثلا فوق هنا لو كان في اي حاجه من البريشرز مثلا المقاسه داخل الفنتيليتور ما هياش مظبوطه بيديني الارم. لو في عندي مشكله في البارامترز مثلا زي تايدال فوليوم مثلا قياسه طلع اقل من المطلوب بيبقى في الارم. في حاجات كتيره الحقيقه كلها بتتعلق بالسيفتي بتاعت البيشنت بيبقى عليها الارم بتظهر لي في اليوزر انترفيس. عاده بيبقى كل البارامترز اللي بتكلم عليها كلها بتبقى موجوده، وعاده بيبقى فيه طبعا طريقه بسيطه علشان نقدر احنا نغيرها بشكل سلس يعني. بس عامه السيتنجز بتاعت الحاجات دي لو انا عرفت اعمل سيتنج للحاجات دي بيسكلي انا بحدد تماما ايه الفنتليتور ده بيعمل ايه. وعاده بيبقى فيه طبعا جرافيكال ريبرزنتيشن او جرافيكال ويف فورمز كده بتبقى لها علاقه بالبريشر، عاده بريشر وفلو وفوليوم، بحيث ان انا ابقى شايف الهيستوري بتاع المريض. وطبعا الويف فورمز بتتحرك زي الاي سي جي كده بحيث ان انا ابقى شايف الهيستوري بتاع الفنتيليشن بتاع البيشنت دوت. ولو في عندي مشكله او شكل الويف فورم شكلها فيها حاجه شكلها مش طبيعي هو اولا بيدي الارم، ثانيا ممكن ان انا من الهيستوري بتاع المريض دوت من الويف فورمز دي ممكن احدد ايه المشكله واحاول ان انا اصلحها.